السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم من الله أقرب، ورمضان أوشك على الانصراف، وربح من ربح، ومش عايز أقول خسر، ولكن يعني أخذ بعض الحسنات من أخذ في هذا الشهر الفضيل. نسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا في هذا الشهر الكريم. أيها الأحباب، تكلمنا في سلسلة الحضارة في القرآن من سورة الفاتحة لوحدها، سورة الفاتحة لوحدها، بعدين أخذنا من سورة البقرة لغاية سورة الرعد كان في إحدى المرات، وبعدين المرة اللي بعدها اللي هي الماضية اتكلمنا من سورة يونس وهود ويوسف والرعد، أخذناه المرة اللي فاتت، اللي قبلها كانت التوبة مش الرعد. النهاردة هنتكلم على ثلاث صور أيضا في موضوع الحضارة في القرآن. هنتكلم على صورة إبراهيم وصورة الحجر وصورة النحلة، ثلاث صور نفضل ماشيين حتى نتعرف على القرآن وعجائب هذا الكتاب. كتاب عجيب، كتاب مبهر، فكلما تعمقت في كتاب الله تنبهر بما فيه من مدهشات. وقالوها الجن إن سمعنا قرآنا عجبا، تعجبوا فعلا، كتاب عجيب. سورة إبراهيم موضوعها هو الحمد والشكر، فبالحمد والشكر تبنى الحضارات. إزاي؟ إيه علاقة الحمد والشكر ببناء حضارة ودولة إسلامية عظيمة على منهج النبوة؟ لأن الناس عندنا بينقسموا إلى ثلاث أنواع، اللي هم العباد. في من يعبد الله خوفاً من العذاب القبر وخوفاً من الجهنم، أعوذ بالله، فده عبادة العبيد. وهناك من يعبد الله رجاءً ورغبةً في الجنة والفوز والنجاح، دي عبادة التجار. في نوع ثالث وهم عبادة الأحرار، هم من يعبدون الله سبحانه وتعالى حباً وتقديراً لمقامه سبحانه وتعالى، دي عبادة الأحرار. نضرب مثال عليه عشان نعرف الفرق بين الثلاثة، ودي هي قضية قصة سورة إبراهيم عليه السلام. عندك ثلاث أولاد، مثال الولد الأولاني يعني بيخاف منك، بيخاف إنك تضربه، فبيذاكر وبيجتهد، بيدرس كويس وبيجيب أعلى الدرجات، جزا الله كل خير. فاللي بيحركه على أعلى الدرجات والنجاح هو الخوف. الولد الثاني اللي بيحركه على النجاح ويجيب أعلى الدرجات هو الرغبة، ها، الترغيب في إن أنت هتجيب له جايزة، يقول لك بابا بعد ما أنجح هتجيب لي السيكل أو العجلة اللي أنا عايزها، اللعبة اللي أنا عايزها. فاللي بيحركوا الرغبات، ده نوع تاني من البشر موجود، دول أولاد اثنين، والاثنين بيجيبوا أعلى الدرجات. لكن الولد الثالث مختلف عن الاثنين، ده هو بيجيب أعلى الدرجات عشان يفرح أبوه، تقديراً لتعب أبوه معه. أبوه تعبان معاه، أبوه بذل جهد، أبوه بيضحي بوقته وشغله وتعبه ونفقاته وغيره عشان إسعدهم، عشان تعلمهم. فالولد شاعر بالنعمة، الولد الثالث شاعر بالنعمة، فبالتالي هو بيبذل أكبر مجهود ويجيب أعلى الدرجات علشان يفرح أبوه، شكر لأبيه. يبقى كده عندنا ثلاث أنواع. لو الأب غاب، لا قدر الله مات أو سافر، الاثنين الأولانيين دول مش هيجيبوا أعلى درجات، لأن غاب الترهيب وغاب الترغيب. طب الثالث في غياب الأب هيشتغل ويجيب أعلى الدرجات حتى لو كان أبوه في قبره، لأن وفاء وحبا وشكرا وتقديرا لهذا الأب. شفتم الفرق بين أن تعبد الله خوفا أو تعبد الله رغبة أو تعبد الله حبا؟ لذلك سورة إبراهيم بتتكلم على الحمد والشكر، والحمد هو أول ما ذكر في القرآن، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
طب ايه الفرق بين الحمد والشكر؟ الشكر يكون على عطية اعطاك احد اياها، واحد اعطاك عطية جايزة، اعطاك اي شيء طيب فتشكره عليه. لكن الحمد هو شكر مع ثناء، والحمد في السراء وفي الضراء، والحمد في وجود المعطي أو في غيابه. فالحمد أشمل وأكبر، لذلك بدأ القرآن بالحمد وهي عبادة عظيمة. الحمد لله، يبقى الحمد لله على كل حال، الحمد لله ونحن غارقين في نعم الله عز وجل علينا. يبقى سورة إبراهيم بتتكلم عن هذه القضية، قضية الحمد والشكر، وكيف أن نصنع حضارة بالمحبين. اللي هيصنعوا حضارة مش اللي هم خايفين ولا اللي بيشتغل عشان جوائز، ده عشان بيحبوا دين الله، عايزين يقدموا أموالهم، يقدموا أنفسهم، يقدموا أرواحهم في سبيل دين الله عز وجل. هذا حبا في مقام الله سبحانه وتعالى، ودي درجة عالية. طب الثلاثة موجودين جوانا، نعم موجودين ثلاثة، لكن بنسب. أفضلهم طبعا لما تكون النسبة الأعلى هي الحب، ودي أعلى الدرجات. يبقى احنا عندنا سورة إبراهيم، ولماذا سميت بسورة إبراهيم؟ لأن أعظم نموذج يمكن أن يقتدى به وتتعلم منه في موضوع الشكر والحمد هو إبراهيم عليه السلام. كيف أنه ترجم الحمد والشكر إلى إيه؟ إلى سلوك، إلى دعوة، إلى طاعة لله سبحانه وتعالى. لأن الشكر مش معناها كلمة باللسان بتتقال والحمد باللسان وبس، لا، واعملوا آل داود شكرا. يبقى الشكر فيه عمل، فيه حركة، مش الشكر كده واحد يقول لك أنا بحبك قوي، أنا بشكرك جدا جدا، وفي الآخر طب إيه اللي قدمته ليه؟ ولا شيء. لا، قدم، لازم فيه عمل بعد هذا الأمر. فأجمل نموذج في التضحية والعمل والفداء وطاعة الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام، لذلك سميت الصورة باسمه. كده لما تيجي تقرأ السورة دلوقتي هتلاقي نفسك إيه؟ الله، ده أنا فهمت موضوع السورة، التفسير الموضوعي لسورة إبراهيم. طب سورة الحجر، سورة الحجر عجيبة، بتتكلم على قوم سكنوا الجبال، عملوا اتخذوا من الجبال بيوتا آمنين، وعملوا أسوار من الحجارة، فاعتقدوا إن هم الزلزال مش هيأثر فيهم، الأمطار مش هتأثر فيهم، الرياح مش هتأثر فيهم، فهم في حماية، في منعة. فكفروا بالله سبحانه وتعالى، وهم في الحجر اعتقدوا أن المنعة في الماديات، المنعة في المدنية، زي ما بيحصل دلوقتي أمريكا وأوروبا والصين والدول دي، تفتكر أن القوة بقى في الإيه؟ أن أنت تمتلك أسلحة وتعمل أبراج ضخمة وتعمل أنفاق وتعمل، هي دي القوة. لا، بل الأمن والأمان ليس في كل هذا، وقبل كل هذا هو في عبوديتك لله سبحانه وتعالى، أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت سورة الحجر تتكلم عنهم إن اللي كانوا واخدين من الجبال عاملينها بيوت وفي أمن وأمان، جاءتهم الصيحة، صوت قتلهم جميعا، ما أهونهم على الله. فهنا بتوصل لك رسالة في منتهى الأهمية، إن الأمن والحفظ والأمان للمجتمع، للأسرة، للفرد في طاعة الله سبحانه وتعالى، إن الأمن والأمان السياسي في طاعة الله عز وجل، الأمن والأمان للحضارة الإسلامية في طاعة الله عز وجل. يبقى إحنا هنا الرسالة بتاعت سورة الحجر، إلجأ واحتمي بربك، مش بالمدنية، مش بالفلوس وإلى آخره، لا 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 لا، بطاعة الله هو الأمن رقم واحد، الذي أطعمهم من جوع وإيه؟ وآمنهم من خوف. مين اللي أعطاهم الأمن والأمان؟ الله سبحانه وتعالى. طب ما ناخدش بالماديات؟ لا، ناخد. لذلك كانت الصورة اللي بعدها على طول صورة النحل تتكلم على إيه؟ على الماديات، وتقول يا مسلمين اشتغلوا على الماديات، اشتغلوا على العلوم والمعارف، اشتغلوا على التكنولوجيا والتطوير. صورة النحل بتتكلم عن هذا الموضوع، عشان ما يطلعش واحد من صورة الحجر يفهم الموضوع اللي هو إيه؟ بس هو عبادة، وصلي كده وصوم ويا رب احمينا واحفظنا وخلاص خلص الموضوع. لا، تجي لك صورة النحل على طول بعدها
تصحح مفهومه انك يجب ان تمتلك الماديات، تمتلك العلوم، تمتلك الدنيا، تمتلك الاموال يا مسلم، وتجعلها في يدك وليس في قلبك، تستخدمها لنصرة الإسلام والمسلمين من أجل المشروع الإسلامي والحضارة الإسلامية. تجي سورة النحل تذكر 15 نعمة من النعم الله امتن علينا بها، وفي نفس الوقت هي علوم، يكلمك عن علم الفلك، عن علم الزراعة، عن علم الإنسان، عن الانثروبولوجيا، يكلمك عن 15 علم من العلوم تحويها صورة النحل. فتقول لنا يا مسلمين هذه العلوم يجب أن تكونوا قيادات فيها، تمسكوا بها بأيديكم، فتذكر علينا أن الله سبحانه وتعالى جعل لها قوانين ونواميس، ابحثوا فيها، كونوا روادا في هذه العلوم. فهي بتدعونا صورة النحل إلى إنشاء الجامعات والإنفاق على البحث العلمي وتخريج العلماء، ونهتم بالعلم والمعرفة لأنه هو دي النافذة المهمة لامتلاك ناصية الحضارة. فشفتم هنا اهتمام بهذه الأمور. تيجي السؤال بقى الأخير وأختم به، لماذا سميت بسورة النحل؟ سورة النحل سميت بسورة النحل لأن النحلة مخلوق عجيب يجب أن نتعلم منه. وجات هنا المقارنة في سورة النحل ما بين مين؟ ما بين الفئة المؤمنة اللي هيصنعوا الحضارة والمشروع الإسلامي والدولة الإسلامية على منهج النبوة، مقارنة بينهم وبين النحل. بتقول يا مؤمنون تعلموا من النحل. طب نتعلم منه ايه؟ في ليا فيديو ذكر بالتفصيل هذه الامور، 10 امور نتعلمها من النحل، اذكر بعضها، واللي عايز التفصيل يرجع لصفحتي على الفيسبوك بعمل دعايه. اول بنتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع. فناخد كده بعض الامور. النحله لا تعيش لوحدها ابدا، مش زي العنكبوت. شفت صورة العنكبوت ما اسمهاش صورة العناكب فهو مفرد، ولما نوصل لصورة العنكبوت نتكلم عنه. لكن صورة النحل بتتكلم على نحل مش نحلة، فهو يعيش في جماعة، ما ينفعش يعيش لوحده. طب جماعة؟ لا بلاش الجماعات، إلا الجماعات بقى، اتكلمنا عن الجماعات لا حزبية والحزبية المقيتة، لا ما لناش دعوة. لما جماعة بقى تقول لي ناقص تقول لي بقى داعش والنصرة والإخوان المسلمين، واحدة 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 واحدة. الإسلام دين الجماعة على إطلاقها وعلى خصوصيتها، بمعنى جماعة المسلمين، نحن جماعة المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، اسمنا جماعة المسلمين. من يخرج خارج جماعة المسلمين كافر. اللي هيخرج خارج الإسلام كافر، فاللي هيخرج خارج جماعة المسلمين كافر، أهل السنة والجماعة، خلاص انتهى الموضوع، ارتد لو كان في الداخل. طب ولو دخل لجماعة المسلمين أصبح مسلما. طب الجماعات اللي موجودة، طيب ديت يعني الجماعات ديت أضرت الإسلام ومفيش فايدة ليها، لا وقف. الإسلام يأمرنا بالعمل الجماعي. إحنا لما نعمل دلوقتي جمعية خيرية لرعاية الأيتام، ونحط رئيس ومسؤول وننظم الموضوع، واحد للشؤون الإدارية، واحد للمالية، واحد للوجيستيك، وننظم الأمر، هل ده حرام؟ هذا مطلب شرعي إن يبقى فيه عمل جماعي منظم. فالإسلام يدعونا إلى العمل الجماعي المنظم في كل المجالات. يبقى فيه جماعة بتشتغل على البحوث العلمية، جماعة بتشتغل على التفسير والشريعة والفقه، جماعة بتشتغل على الأيتام، على الفقراء، جماعات على تحفيظ القرآن، على تعليم الأولاد، جماعات. والإسلام يدعو إلى هذا، يبقى ده مطلب شرعي. ما يجيش أعداء الإسلام يكسرونا ويقول لك اوعى تشتغلوا في جماعات والجماعات وحشة. لا انتبه، إذا كان بعض الجماعات عندها خطأ في الممارسات لا يعني هذا إن الجماعة في أصلها غلط وحرام، بل هي مطلب شرعي. وأحد العلماء يقول، اللي هو كان الشيخ عبد الله عزام، بيقول العمل الجماعي فيما أظن ضرورة بشرية وفريضة شرعية. لأن أعدائك بيحاربوك جماعات، الماسونية جماعة، الصهيونية جماعة، الصليبية جماعة، الهندوسية جماعات منظمين. تيجي أنت تقول أنا لوحدي هقف كل قدام كل دول؟ لذلك أنت لما بتيجي تقرأ سورة الفاتحة، ينفع تقول في سورة الفاتحة تقول
إياك أعبد وإياك أستعين. أنا بصلي لوحدي ينفع؟ لا ما ينفعش، ده تحريف. ده أنت وأنت بتصلي لوحدك القرآن بيقول لك أنت فرد في جماعة، يجب أن تذكر جماعة المسلمين معاك، إياك نعبد وإياك نستعين، حتى لو بتصلي لوحدك. صلاتك باطلة على طول لو أنت بقيت فرد أناني لوحدك، ما ينفعش، تبطل الصلاة. فالإسلام يدعونا كنتم خير أمة، شوف أمة أخرجت للناس، أخرجنا للناس. تعال نمسك النحل يبقى بيشتغل فيه جماعات. النحل أيضا مشروع شهيد متحرك. هتلاقوا الكلام ده في الفيديو اللي على الفيسبوك أو على التليجرام. مشروع شهيد متحرك، إيه ده؟ يعني هي عندها استعداد تضحي بنفسها في حماية الجماعة المسلمة، المسلمين، حماية المشروع الإسلامي. عندها استعداد. هي مشروع شهيد متحرك. إزاي؟ النحلة في بطنها، أنتوا عارفين الإبرة بتاعتها. الإبرة دي سبحان الله ربنا مصممها زي إيه؟ زي شوك كده، زي السنارة بتاعت السمك. لو دخلت جوه جسم الإنسان أو أي مخلوق، تيجي تطلع مش هتطلع. فهتطلع بإيه؟ بمصارين النحلة. فتموت بعدها النحلة. يعني النحلة هي بتقرص قرصة واحدة وتموت بعدها. فهي مشروع شهيد. اللي هيقرب عند ديني، عند مملكتي، عند شفتوا هعمل ايه؟ هقتله وانا رقبتي في ده جماعه المسلمين. شفتوا النحله بتعلمنا؟ مشروع شهيد متحرك. النحله مدخلاتها طيبه ومخرجاتها طيبه. هي بتعيش على ايه؟ بتاكل الرحيم. طب بتطلع ايه؟ عسل. شفتوا؟ فهنا بتعلمك انت يا مؤمن، بتعلمك شيء في منتهى الاهميه، ان انت مدخلاتك طيبه، تكسب من حلال وتنفق في حلال. مش ممكن من حرام وتنفق في حلال، ما ينفعش، او من حلال وتنفق في حرام، ما ينفعش. لازم المدخلات طيبه والمخرجات ايضا طيبه. نعمل باب الصالح للرجل الصالح. النحله بتعلمنا اشياء كثيره جدا، لذلك سميت الصوره بصوره النحل عشان نتعلم منها التضحيه، الفداء، العمل والانجاز المستمر. ما بتقفش، ده شويه بس تنام وترجع شغاله من الصبح لغاية المغرب، بعد كده تنام تقوم. مفيش حاجة اسمها عندها نوم وراحة. هي دي شغل لمصلحة المسلمين. شفتوا من النحلة بتكون علينا الحجة ازاي؟ نحلة بتعلمنا. في أمر طريف أختم بيه، إن لو تلاحظوا إن يعني، لكن قبل ما نختم بيه في برضه حاجة جميلة. وإذ يوحي ربك إلى النحل. طب هل النحل يوحى إليه؟ يعني سيدنا جبريل بينزل عليهم؟ وإذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرشون. فهنا النحلة ربنا اللي بيقول وإذ يوحي ربك، فهل الوحي بالنسبة للنحل هل هو جبريل بينزل عليها؟ إيه رأيكم؟ أنا عايز أسمع من حضراتكم، إيه رأيكم؟ فطرة قال إيه؟ فطرة. طب ما الفطرة دي موجودة في كل الكائنات. لا خاصة بالنحل. خاصة بالنحل. طب وبقية والنمل ما لا يوحى إليه؟ ها؟ سؤال جميل. هنا زي ما تفضل دي هداية الله، هداية إن هي عارفة دورها في الحياة، هدايات من الله سبحانه وتعالى. طب إيه الحكمة إن ربنا قال على النحل يوحى إذ يوحي ربك؟ ما قالش على أي مخلوق آخر، هذا تكريم له. تكريم. انت عندك 10 اولاد، وتجيب كده ولد كده جنب منك وتقول ايه؟ هذا ابني حقا. طب والتانيين دول ولاد مين؟ ولادك برضه، بس ايه؟ بس انت ده مميز. ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن النحل ان ايه؟ ان هي مميزه. دي هي مخلوق يتعلم منه، تتعلم منه الانسانيه، يتعلم منها المسلم، يتعلم منها المؤمن. فهي تهتدي بالوحي. كذلك يا مسلم لا نجاح لك في الحياة إلا إذا اهتديت بالوحي، قرآن وسنة. نختم بإيه؟ بالطريفة اللي قلت لكم عليها، اللي هي بقى إيه؟ إن هتلاقوا في سورة النحل أيضا حاجة، فإيه؟ جت فاتخذي من الجبال، فاتخذي مؤنثة. أن اتخذي. والثانية فكلي. والثالثة فاسلكي، هي وكلي.
وكلها لو تلاحظوا انها ايه مؤنثه. طب فين الرجاله؟ اذا الخطاب جاي للنحله اللي هي مؤنثه كله للتانيث، لان فعلا في الخليه بتاعه النحل الانثى هي اللي بتقوم بالدور الاكبر. طب الذكور لا كسالى قاعدين بس للايه للتلقيح وكل سنه وانت طيب وبياكلوا كده ببلاش. فجاه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا اتعلموا من النحله، ما تتعلموش من النحل من الذكر، اتعلموا من النحله. ايضا ان في امر مهم جدا ان الانثى النحل، ايضا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا حاجه مهمه جدا ان بناء الحضاره لن يكون ابدا الا بالاهتمام بالمراه المسلمه. بنتك، اختك، زوجتك، امك، دول اهم شيء، من غيرهم لن يصلح المشروع الحضاري. لذلك اعضاء ربنا سبحانه وتعالى عشان يدمروا حضارتنا الاسلاميه دخلوا من باب ايه؟ حريه المراه. المراه، الله يفتح عليك، حريه المراه دخلوا منه، لان عارفين هو ده يدمر اي مجتمع. ايه اللي بيدمر اوروبا دلوقتي وبيدمر العالم؟ المراه. المراه. لذلك هنا في لفته هنا مهمه جدا، اهتمام خاص بالمراه، فهي تلد، هي نصف المجتمع وتلد النصف الاخر وتربي النصف الاخر، فهي المجتمع كله. لذلك هذه من ضمن الاشارات. يبقى اتكلمنا النهارده على ثلاث صور وعلاقتها بموضوع المشروع الحضاري الاسلامي. اتكلمنا اول امر عن سوره مين؟ اول سوره كان اتكلمنا عن سوره ايه؟ ابراهيم. كويس. والسوره الثانيه؟ الحجر. والسوره الثالثه؟ النحل. حلو الكلام؟ ولا يحلى الكلام الا بالصلاه على خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.